تعمل كده. الحبس سجود. ايه يا كتير يا عمي؟ الحبس سجود. الحبس بدنا نهده. احنا قلنا من بداية العدوان على غزة قاعدين نطلع اسبوعيا في وقفات للأسرى احنا واهالي الأسرى. مطلبنا هو مش فقط زيارة السجون، اذا انا بس بدي اياهم يروحوا يزوروا السجون ما استفدت اشي، بدي يزيد قلقي. احنا مطلبنا اللي هو من الصليب الاحمر لانه دولية، مؤسسة دولية، اللي هي تحسين ظروف السجون لحين الافراج عنهم بصفقة مشرفة. هذا هو فقط مطلبنا، هي مؤسسة صليب دولية مفروض تحسنهم طعام غذاء دواء اغطية، تشوف وضعهم وتحسنه، مش فقط الزيارة. اخر معلومات وصلتنا عبر اسير محرر انه والدي بصير عنده في حالات اغماء يوميه. اخر مره قبل لا يروح هذا الاسير كان ما يقارب 6 ساعات، والسجان ما رضي يقدم له اي علاج، فات قاس الاكسجين عنده وحكيوا لهم بس يموت بتبكوا تخبرونا، يعني حتى انه علاج ما في او بكوا شربوا مي. هاي هي اللي بحكيها. طبعا سحب النظاره منه، سحب العكازه، وانه هو بنحفان كثير وبقضي قاعد في ايامه في الصيام، بفسد صيامه وبتابع الصيام في الصيام. احنا طبعا اليوم تقريبا في اليوم 123 على العدوان على غزة، احنا وقفاتنا راح تضل مستمرة لحد ما نتطمن على أسرانا، لحد ما طبعا برضو الحرب على غزة توقف. بدنا المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان تقوم بدورها، بدنا تفعيل دورها اللي هو يضمنونا على أسرانا، يبعثوا محامين، لأنه لا مؤسسات دولية ولا أي إشي قاعد بيصير بخصوص الأسرى. إحنا بس قاعدين بنحكي وما في أي استجابة، الكل بيقول إحنا بنعمل بس ما حدا بيعمل. بدنا برضو المؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر يفعلوا دور المحامين. بدنا يشوفوا الاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة اللي مختصة في حقوق الأسرى وفي الأشياء اللي بتخصهم، إنهم يطمنونا. وحياة شتوية فرت علينا، إحنا بقلب الدار والدفايف قدامنا مش طايفين، مش قاعدين نقعدوا من السكعة، كيف يا أمي من دون دفايات، من دون أكل، من دون شرب، من دون إشي بالدنيا، أنا كلي محروق، كلنا قلوبنا محروقة، كلي محروق أنا، كلنا قلوبنا محروقة، كلي محروق أنا، بدي أشوف ابني، بدي أطمن على ابني برضه، إله عنده 5 بالدار، على القليلة أو جزء من مطالبنا الصغيرة.